حازم جبت كنافة بالمانجا ولا هنروح العزومة عند ماما بايدينا فاضية؟ لسه بدري يا رنا ما تقلقيش، انزلي انت سبقيني وانا هجيب الكنافة قبل الفطار واجيبها. سلام. حلوة الثقة بس مش يلا بقى عشان تلحق. انجز يا حازم الكنافة ما بتستناش. مش قلت لك انجز؟ والله 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 والله. واضح ان رنا كان معاها حق تقلق. هتتصرف فيها ازاي دي؟ خلاص انا جاي انا اتصرفت. مرانا قالت لك تسكاديول اوردر الكنافه من بدري. السنه دي في رمضان مين يسهلها عليك وعمل لك خدمه الاسكاديولنج اوردر اللي هتخليك تعمل الاوردر في اي وقت من اليوم ويجي لك ساعه الفطار. كل اللي عليك تعمله اختار الاوردر ودوس على فطار عشان يجي لك في وقته. المينيوز خلاصه رمضان عندنا.